من حوالي يوم صار بركان قطع نشاطه في وقت متأخر من يوم الجمعة لحد السبت الصبح، بس الحمد لله ما حصلش أي أضرار أو وفيات لحد دلوقتي، على عكس من سنتين ففي 22 ديسمبر 2018 صار البركان وتسبب في تسونامي قتل 400 شخص. بس ده ولا حاجة بالنسبة للي حصل من 137 سنة، ودي هتبقى قصتنا النهاردة. يلا نبدأ. في نهار يوم 26 أغسطس سنة 1883، سكان جزيرة كاراكاتو في مضيق سوندا في إندونيسيا كانوا عايشين يومهم عادي جدا، لحد ما لقوا كمية كبيرة جدا من الدخان طالعة من 3 مخاريط بركانية. بس ده ما كانش مصدر ذعر ولا قلق ولا أي حاجة للسكان، بس كان المفروض يقلقوا، لأن اللي حصل بعدها بساعات اتحول الدخان ده لثوران نسف الجزيرة وما سابش غير 30% من أرضها، والباقي اتحول لرماد. الثوران ده قدر يقتل 36 ألف واحد، منهم اللي ماتوا خلال الانفجار نفسه، ومنهم اللي ماتوا من التسونامي اللي حصل بعد الانفجار، ويعتبر أقوى صوت انفجار سجلته البشرية بقوة 310 ديسيبل. لو جينا قارناه بصوت الصدر من انفجار قنبلة هيروشيما وناكازاكي، الاتنين مع بعضهم كانوا بقوة 248 بس. الخبراء بيقولوا لو كان في حد واقف على بعد 15 كيلو من موقع الانفجار كان فقد سمعه في لحظتها. الثوران صوته كان عالي لدرجة إن سكان أستراليا على بعد 3000 كيلو متر سمعوه. اتقدر حجم الطاقة اللي انطلقت من البركان ده او من ثوران البركان ده ب 200 ميجا طن من الـ TNT. في خلال ان اقوى قنبلة نووية تم تفجيرها، الطاقة اللي اطلقتها حوالي 57 ميجا طن من الـ TNT بس. عدد الضحايا كبير جدا، وفضلوا خلال الاشهر اللي بعد ثوران يبعدوا اكوام من الهياكل العظمية فوق سطح البحر اللي لازقة في الصخور البركانية وعليها رماد بركاني. واللي نجا من البركان ده فضل يحس بتبعاته على مدى بقية السنوات اللي عايشها. ثوران البركان ده تسبب في تغيير كبير في المناخ، يعني في سان دييجو ولوس انجلوس مطرت بشكل كبير وارقام قياسيه ما حصلتش قبل كده، وفضلت السماء فوق السواحل الشرقيه حمراء وكانها بتحترق. كتير من الفنانين استلهموا لوحاتهم ورسموا رسومات فيها الظاهره السماويه دي، وفي نظريات بتقول ان السماء الحمراء في لوحه ذا سكريم هي اصلا منظر سماء النرويج في وقتها. وبس ده كان الفيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك اي فيديو احنا بننزله، ويا ريت تعمل شير لو تكرمت. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.